أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، البرنامج الذي نسمع فيه آراءكم عبر اتصالاتكم حول المواضيع التي نناقشها داخل الحلقة. موضوع اليوم ما يحصل في الطارمية من تهجير قسري للأهالي هناك، تابعونا بعد الفاصل. الحرية لم تتحقق بسهولة وبساطة، هذه الحرية التي تعيشونها. قوم اتحرك يوم لنا عجب بركت. هذه الحرية التي تتابعون أكبر مسؤول في الدولة، رئيس جمهورية ورئيس وزراء وغيره، وتحاسبوه على راتبه، كم يستلم من الراتب، ونقلل هذا الراتب ونضيف هذا الجانب. أنا شخصياً مطشر السامرائي وعارض إلغاء رواتب التقاعد مال البرلمان. تعرف ليش؟ لأن أنا إذا ألغى الراتب التقاعد مالي ومرتي وجهالي داحوا مثل ما هس الشعب العراقي البائس. هذه فرصة تاريخية للعراقيين جميعا أن يعطوا من إبداعهم في بناء هذه الدولة. أمامكم فرصة عظيمة، لا دولة مثلكم في المنطقة، لا دولة مثلكم أيها العراقيين. في المنطقة لا دولة مثلكم أيها العراقيون. حياكم الله مشاهدينا الكرام. بداية نحب نسمع آراءكم، نسمع اتصالاتكم عبر الأرقام اللي ظهرت أسفل الشاشة حاليا، أيضا هنالك رقم آخر للواتساب، أي شخص ما يقدر يتصل لسبب ما، رقم الواتساب ظهر الآن، يقدر يدزلنا رسالة نقراها إن شاء الله في غضون بث هذه الحلقة إن شاء الله. همام حمودي من يطلع ويقول لا دولة مثلكم، إي والله صدقت. لا ترى هو همام حمودي بهاي ما كذب، صدق. تعرفون ليش احنا دولة ماكو مثلنا؟ لأنه ماكو دولة ما بها ماء زين أو صالح للشرب، وماكو دولة بالعالم كله ينقطع بها الكهرباء مثل بغداد، وماكو دولة بها ميليشيات مثلنا، صرنا حالنا أتعس من حال الصومال، وماكو دولة بالعالم الميليشيات تتحكم بالدولة، ورئيس الوزراء خادم الدولة ثانية، والسياسيين ينفذون أجندات سياسية ثانية، والبرلمان يبوق، والسياسيين يبوقون، والوزراء يبوقون، وصفقات سلاح بس السلاح ما يشتغل، وصفقات أجهزة للكشف عن الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة بس الأجهزة ما تشتغل. طبعا احنا دولة ماكو مثلها، احنا دولة عندنا نهرين بس شلون نهرين؟ كلها وصاخة مليانة أزبال مليانة أنقاض. احنا دولة أعلننا احنا اكتفينا من الأسماك ماتن ما شاء الله، أعلننا انه احنا اكتفينا من محاصيل كثيرة احترقت كلها، آخرها الحنطة والشعير. فإحنا دولة إذا كنا نسمى دولة، لأنه حرام حرام هاي ما يسمى بالعملية السياسية في العراق من 2003 لليوم يسمى دولة، لأنه هذا مو دولة، هذه عصابة متمكنة من الناس عن طريق ميليشيات، عن طريق أسلحة، عن طريق قتل، تهجير، كثير من الأمور. الناس خايفة من عندهم لأنه أو رئيس عصابة أو المجرم، الناس تهابه وتخافه لأنه ما يخاف الله. هم ما يمشون البلد، لأنه لو يعرف معنى كلمة سياسي من وين جتي، السياسي ما يسوس الناس، يعني سايس إذا نريد يعني نبسطها. فهو ما عارف معنى كلمة سياسي أصلا. طشر السامرائي يوصف الشعب العراقي بالبائس، مع الأسف. موضوعنا اليوم الطارمية. الطارمية أكو بها حملات تهجير صارت بها قبل فترة، أن الميليشيات قامت بتفجير معين، كتلة مجموعة من الشباب دخلت إلى الطارمية وقامت تتحرض عليهم. أولهم ما يسمون أنفسهم بالعصائب،
وقيس الخزعلي يطلع ويقول انه اهل الطارمية هم داعش موجود بهم من الاساس. والله عظيم يعني هاي الشماعة اللي لوثوا اذان الشعب العراقي بها واللي علقوا بها اخطائهم هم واللي دمروا بها المدن وهجروا الناس عن طريقها ولعبة ذكية كانت من من صنعها. وما أتوقع واحد من الموجودين داخل العراق من الساسة مش الشعب أنا ما أحكي عن الشعب عند مقدرة ولو 10% أنه في يوم من الأيام يسوي بهذه الحركة أو يخرج هذا الفيلم اللي هو داعش أو تنظيم الدولة. هذا الفيلم أخرج برا، أكو مخرج هوليوودي هو اللي أخرجه، عرف شلون يجيب الأبطال شلون يكتب السيناريو وشلون يمثلون. والتصوير ما يحتاج لمصور، التصوير أكو شعب دا يصور ودا يوثق، وأكو منهم وبيهم اللي هم من الميليشيات دا يصورون ويوثقون واللي دا يصير. الموصل راحت نتيجة هذه التمثيلية، الأنبار راحت، كركوك راحت، ديالة راحت، صلاح الدين راحت، بابل جزء من أدها راح اللي هو جرف الصخر، حزام بغداد راح، وما زال مسلسل استهداف الأهالي في مناطق حزام بغداد واليوم كلامي عن الطارمية مستمر لهاي اللحظة. أول اتصال ويانا أبو عمر من السليمانية، حياك الله. الله محييك استاذ، السلام حبيب عليكم. قلبي الله يحفظك، كل عام وانت بخير. وانت بألف خير، انت والشعب العراقي كله. الله يحفظك. تحياتي للحجة ابو زكريا والاخت مريم مبارحه، حياك الله. يا استاذ اثل الله محييك. استاذ اثل، اذا احنا نتحدث على هذا تهجير الطارمية، نعم زين، أنا من أتكلم يقول أبو عمر إنسان طائفي وإنسان عنصري وإنسان صوته نشاط، طلع واحد أبو أحمد من البصرة يمكن أسأل يسمع صوتي، طلعوا لنا صوركم المشرقة من أيام ما سقط إمامكم الأكبر كسرى ولحد اليوم، طلعوا لنا صورة مشرقة. عمي أني لكن لا طلعوا لنا إياها. قول أبو عمر هذا إن شاء الله أبو جاكوجا خلفوك يا كذاب يا أبو عمر، طلعوا لنا صورة مشرقة. أنا مو على هذا أبو أحمد ولا على غيره ولا على هم، يعني هم عندهم دين، أنا أحييهم عندهم هالغيرة على دينهم، دين أحييهم، لكن أنا من يطلع واحد يتحدث بالثوابت الوطنية والقومية والعشائرية يضحك علي، هذا هواية ترى بحقي يستهزئ بي، زين أدري مو ابن الوطن وابن القومية وابن العشيرة، شنو أجل لكم الله اللي خلاه يروح يصير كلب وفي للفارس المجوسي؟ شنو اللي خلاه يصير كلب مسعور على ابن الوطن وابن القومية وابن العشيرة؟ أما ترجع عرف هذا السؤال خلي يطلعونهم الوطنية لو تشفع كان شفعت أبو طالب وأبو لهب وأبو جهل وأمية بن خلف وغيره، قالهم لا أغني عنكم شيئا، لا أغني عنكم شيئا. زين، فإحنا هذا التهجير اللي صار سببا وجود المنافقين بيناتنا احنا اهل السنه. انا ما الوم الطائفه الشيعيه مهما، لان تحترم دينها، ناس يحترمون دينها يطيعونهم ويصدقونهم، ليش يقولوا علي مؤمن؟ لانه يعرفون مطيح، يقول له نفذ ولا تناقش، طبعا مهما طلع قال له نفذ ولا تناقش، فتاوي تطلع يحترمون ساداتهم، يحترمون كل شيء، يقول يعرفون هذه قسما بالله داعش هي تمثيليه وسواها نوري ويعتبروا بطل تدخل بالتاريخ الشيعي كله. زين، ما دخل لا ابن سبع اليهودي ولا دخل كسرى ولا دخلوا احد ولا هم يحسنون ولا احد دخل مثل ما دخل هو، ويعرفون كلها تعرف قسما بالله العظيم. زين استاذ افل، انا بدي اقول لك اياها وكلها تعرف ومفتخرين بها، لان يقول لك اني عدوي مو عدوي اليهودي ولا النصراني، اني عدوي هذا السني، هذا السني محسن جد العمار، هذا التفيح أجلكم الله محسن، هذا الزنديق يقول هؤلاء أشد من اليهود والنصارى كفرا، هؤلاء أنجس من الكلاب والخنازير، موجود بالكتاب ماله موجود يطلعوه، إذا أنا كذاب خلي يقولون أبو عمر كذاب، يقول علينا وإحنا نجي نمدح ونقول مرجع ومرجع،
تستوعبي ليش هو اليهودي مو مرجع، ليش هو النصراني مو مرجع، هذا يختلف عن هذا، هذا يريد دمي يريد مالي وعرضي يريد ديني قبل كل شيء. فإحنا هذا التهجير استاذ عسل راح يستمر بس أيامهم قريبة بإذن الله تعالى. شكرا، والله حار على كل واحد من أهل السنة يعوف لهم إياه. شكرا شكرا لك أبو عمر. لكن يا سيدي العزيز أكو قضية مهمة، أنه ما يحصل بالعراق اليوم هو توغل أو تغول إيراني. هذا التغول الإيراني هو نتيجة، أعترف وياك، تسليم من يسمون أنفسهم بساسة العراق. ما أمس طائفة ضد طائفة، كل السياسيين بكل طوائفهم هم من سلموا العراق إلى إيران. إيران عدوتها العراق، إيران عدوها العربي قبل كل شيء. يعني إحنا لا نقول أنه تنظيم الدولة كان في المناطق السنية مثل ما هم يقولون، خلنا نحكيها أن مناطق الجنوب أو ما تسمى بالمناطق الشيعية مرتاحة. إذا إحنا دمرت مدننا، ترى المناطق الجنوب لا بها مي ولا بها كهرباء ولا بها خدمات ولا بها مشاكل، واللي دا يصير بالبصرة وبالناصرية وبالعمارة وغيرها 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 من تظاهرات حتى يحصلون مطالبهم من ذولا نفسهم اللي هم السياسيين اللي يسمون روحهم بأنهم شيعة. فإحنا مشكلتنا هو مو ما بين طائفة وطائفة، إحنا مشكلتنا ما بين دولة تريد تسيطر على هذا البلد. شلون تسيطر عليه؟ بتفكيكه. أبو يوسف من السليمانية حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شلونك أستاذ؟ شلون صحتك؟ ألف الحمد لله. أنت شلون؟ حبيت أحييك وحي قناة الرافدين صراحة، المنبر الوحيد نقل الحقيقة. حياك الله. أستاذ أريد أحكي على هاي شغلة الطارمية، هاي شغلة مدبرة طبعاً يعني. نعم. أنا أحد أقاربي اللي قتلوا من أبناء الجيش اللي قتلوا بهاي الحادثة. نعم. يعني إحنا عذرا للمسميات، لكن هاي الوقيع هم اللي انقتلوا أغلبيتهم من هذا اللي هم من أهل السنة وخاصة من قضاء أبو غريب. نعم. فهاي الشغلة مدبرة، الطارمية المكان الوحيد اللي ما حصل فيه تهجير، ونظرا للخيرات من بساتين من يعني نعمل بيه، فهم يردون بهاي عملتهم حتى يغضون على أهل الطارمية وعلى النعم والخيرات الموجودة في حزام بغداد وشغلة وخاصة بالطارمية. نعم. ثانية أقول هاي الشغلة مدبرة من قبل قيس الخزعلي وعصابات قيس الخزعلي. نعم. لأن خاصة هذا اللواء 59 لواء مكون خاصة من أهل الطارمية ومن أهل السنة اللي كانوا هم يسمونه لواء الوهابية، هم الجيش والحشد، الحشد نفسه يسمي هذا اللواء من أهل. يعني الشغلة مدبرة، قتلوا الناس الأبرياء أبناء الجيش من هاي المناطق حتى يدخلون بذريعة مقاتلة داعش اللي أصبح شماعة، كل شيء يعلقونه على داعش. نعم. فلا يوجد داعش، والحشد الشعبي هو نسخة ثانية من داعش، ويحاولون يدخلون بهاي المسميات إلى الطارمية، القضاء على الطارمية وتجريف البساتين وتجريف خيرات الطارمية. واشكركم. نعم، شكرا شكرا لك. سعد من السعودية حياك الله يا سعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك يا أخوان المقدم، بارك الله في هذه القناة المفضلة. حياك الله. يا أحبابي والله العظيم، يعني انت لما تطالع اللي قاعد يصير من اسرائيل على الفلسطينيين واللي قاعد يصير من الحكومه هذه على العراقيين، يقول والله في فرق يا اخي، على الاقل هذولك في شويه انسانيه، يعني ربع انسانيه، لكن هنا مره حتى الارض ما سلمت منهم، خلوا المزارع هاي خلوهم يعيشون اقل شيء من كدهم ومن تعبهم. فاللي قال صادق الاخ اللي تو اللي يقول انه هذا الاشياء مدبر وكله مدبر، لكن والله العظيم اللي يقهرك انه المجتمع الدولي ما يشوف، يعني لهذه الدرجه وصلنا، يعني الناس تضطهد باعلى درجات الاضطهاد ولا كانه يصير شيء ولا كانه. فنقول يا الله سبحانه وتعالى ان شاء الله يكون في عونكم، وان شاء الله واحنا معاكم في السراء والضراء في كل شيء، وانتم تعرفون هذا الشيء. وانا احكي يعني واقول ترى الشعوب اصبحت تعي لهذه لعبه المصالح هذه اللي قائم عليها السياسه الدوليه، الشعوب اصبحت تعيها. نعم. يعني مستحيل انه تنضحك على اي شعب، الحين اصغر واحد ممكن يفند لك الامور
واشكركم يا هي القناه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا لك. اكو تصريح طلع من عضو اللجنه الامنيه بمجلس محافظه بغداد سعد المطلبي. هذا التصريح يعني اللي يقراه بشكل سريع راح يشوف انه تصريح عادي، لكن هو مو تصريح عادي. يقول انه حمله تهجير التي تستهدف قضاء طارميه بقيه المناطق بعد حمله تحريض تضمنت دعوات اخلاء القضاء من ساكنيه واتهام اهله بالارهاب. ايش قال هو؟ اللي قاله يقول انه الخطر في قضاء الطارميه ناجم عن وجود خلايا تنظيم الدوله تفرض اتاوات على السكان المحليين. من المفترض يا اخ سعد يا مطلبي انه من شان حيدر العبادي رئيس الوزراء انه انتم قضيتوا على تنظيم الدوله المسمى بين قوسين داعش. اذا اكو خليه واحده تفرض اتاوه على مواطن واحد فهذا تقصير من الدوله العراقيه، تقصير من القوات الامنيه، تقصير من رئاسه الوزراء، تقصير من كل سياسي اذا اكو هيك شيء. اثنين، يقول انه الخطر ياتي من بساتين بلده الطارميه الواسعه مشدده على ضروره استبدال القطاعات الامنيه هناك. حلو، اكو بساتين الخطر من عندها، شلون يعني؟ نحرق حتى تقدرون تباعون جوا هاي البساتين؟ زين هاي البساتين هي سله العراق الغذائيه، شلون؟ اوكي. وانه مشاركه فصائل ميليشيا الحشد في عمليه عسكريه الى جانب الجيش يمكن ان تحسم الاوضاع هناك بشكل اسرع. شنو نوع العمليه العسكريه؟ مثل الموصل ومثل الانبار ما نريدها. احنا نريد عمليه عسكريه يا اخ سعد يا مطلبي تروحون على ناس تفهم بالعمليات العسكريه. انا رجال مو عسكري، بس راح اقول لك شلون. عمليه عسكريه انه تكون خطه مدروسه، تقولون اكو خليه مثل ما انت تقول راح اجي وياك، اكو خليه التنظيم داعش موجوده بالمكان الفلاني، احنا لازم ندور وراها. هاي الخليه شلون تدورون وراها؟ استخباراتكم المفروض تشتغل صح، انتم تشتغلون صح، تروحون تلقون القبض عليها، حتى لو دخلتوا بعملية عسكرية ضدها وقتلتوها ما راح يهمنا، بس البستان والمواطن بعيد، مو تحرقوه. أم أزهار من بغداد حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. أحييك وحيي هاي القناة العظيمة وكل عام وأنت بألف خير. حياك وبياك. بالنسبة إلى الموضوع حرق الزرع. نعم. هذا الأمر هو يعني متعمد. نعم. هم متعمدين يحرقون هذول البساتين مع الناس اللي تريد تعيش واللي تريد تأكل لقمة شوية زينة، ولكن طول ما موجودين هالحفالات الموجودة بالعراق من الحزبيين ومن خزعلي ومن هادي العامري ومن عادل زوية ومن كل هاي الحفالات الموجودة، احنا رح نضل يحرقون ويكتلون ويسوون، ولكن الشعب رح يبقى الى متى؟ هو مشتعل نار، لكن يمتى رح ينفجر؟ الدول العالم كلها عرفت انه بالعراق اكو عصابات، انه العالم كلها عرفت انه هاي العصابات الموجوده بالعراق هي اللي تقتل وهي تأذي شعبها وهي تبوق وتنهب وتسوي حتى قاما، كلها لمصلحه ايران. هي المعتدي الاول والاخير، ومن بعد امريكا واسرائيل، وهاي خططهم امريكا واسرائيل وايران، خططهم انه يمحون السنه من الوجود ويخلوها كلها شيعة مثلهم وكلها عمامات، والسبب الوحيد والسبب هم العمامات هذولا يدعون بالدين، ويطلع حمودي يقول الحرية، عمت عين الحرية اللي تفهمها انت يا شغلا، هم عيب عليه هم احكي حكي مو زين، القتل النفوس وقتل الابرياء وحرق البيوت وتسليب وتهجير الى اخره. من 2003 الى هاليوم ما مليتوا، ما طفى ناركم يا ايران، ما راح الحقد الدفين منكم، انتوا اتبعكم هذول الحفالات مع الأسف الشديد هذا العراق العظيم اللي كان هو سمعة العالم كله، ماكو هسه أحد من مثقفين من العلماء الشرفاء
من الدول العربية الشرفاء اللي يزادون بالعراق والعراق يدعون يجون يخلصونا من هالشكولات الموجودة. لكن إنا لو نالها عندنا رب كريم هو راح ينقذنا إن شاء الله من هالحفالات الموجودة، وإن شاء الله انتقامنا من رب العالمين نريده هيش هباء منثورة، هباء منثورة من نور المالكي إلى هادي العامري إلى كل الجبناء الموجودين هنا. وأنا أشكرك. شكرا شكرا لك أم أزهار. أبو زكريا من كركوك، حياك الله أبو زكريا. الله يحفظك يحفظ قناتكم إن شاء الله، يحفظ العراقيين جهنمي الرسولة. والله في اسمك ثقيل، أنا مسميك أسد ابن الأسد. يسلمك ربي أسد. يسلمك يا ابن العزيز. هذول هم حرقوا العراق من 2003 لحد اليوم. شي في زلزلة وين طيارينا؟ 350 طيارة من الإيران. وين علمانا؟ وين دكاترنا؟ وين أوضاع وين 1,000,000,000,000 الباقو؟ هذول السرسرية الحرامية الله جابهم طلتهم على على صدور العراقيين. شوف نسواننا بترك فلايتات، شوف الأطفال يجدون، شوف يعني خريج عليك الله ماجستير يشتغل كالناس. طاير ابني العزيز يا ابني أسد، والله هذول حرقونا، والله هذول دمروا العراق، والله حتى العراق حرقوه حرق. نعم. يا حرامية شباب تابعين إيران وأمريكا وغيره وغيره. وتحياتي على أبو عمر. شكرا. مريم من بغداد. شكرا 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 لك. عندي أبو يوسف يقول لواء 59 مكون من حسب ما تعرفون من أهالي السنة حسب ما وصفهم اللي عايشين بأبو غريب. طبعا هنا أنا لازم أحكي على نقطة معينة. هذا يا جيش هذا اللي حسب تكوينه تدخل الطائفة. يعني كل دول العالم هسه لو تروحوا بكل بلدان العالم وتشوفون تكوين الجيش راح تلقون بها كافة الطوائف وكافة الأقليات وكافة الناس اللي موجودين وعايشين بذاك البلد ويشيلون جنسية ذاك البلد لازم يكونون هذا الجيش. الجيش، منتخب الطوبة، الشرطة، السفارات واللي يشتغلون بوزارة الخارجية العراقية، يعني يجب أن يكونوا هم نبذة مصغرة عن هذا البلد، خصوصا الجيش، خصوصا الجيش. الجيش العراقي المفروض مثل ما كان متكون قبل هاي الزوبعة اللي جتنا ب 2003 من كافة طوائف الشعب العراقي من شماله إلى جنوبه. وقطاعات الجيش العراقي ما تبقى بمكان واحد وما تشتغل داخل المدن. الجيش شغله فقط الدفاع عن حدود البلد. الألوية والجيش والضباط ما كنا نشوفهم داخل البلدان وداخل المدن ومسوين سيطرات. الجندي العراقي اللي كان يلبس البدلة الزيتوني والضابط العراقي اللي حاط مراسيم جمهورية على اشتافاته من ملازم فما فوق وصولا إلى فريق أول ركن، هذا ما كان نشوفه بالشارع، كنا نشوفه صدفة. يا طالع من الدوام راح، يا رايح لبيته، يا طالع من بيته رايح الدوامه، يا طالع بواجب فنشوفه لابس البدلة العسكرية. داخل المدن أكو وزارة الداخلية، الشرطة هي اللي تدافع عن المدن. إحنا أكو خلل كبير بالعراق. إحنا الميليشيات والجيش هو اللي دا ينفذ السيطرة. لعد الشرطة شنو شغلها؟ وينهم؟ كلية الشرطة العراقية وينها؟ إيش ده تخرج؟ زين إذا الجيش والميليشيات تشتغل داخل المدن، من اللي يحمي العراق من الأخطار الخارجية؟ من اللي دافع عن حدود العراق؟ من اللي مشط حدود العراق؟ عفواً، تمشي حدود العراق أي حرس الحدود؟ زين بيا زمن الكلية العسكرية داخل ورقة الانتماء مالتها الطائفة؟ مو هاي همنا تسوي حزازيات. صباح من العراق، حياك الله. السلام عليكم استاذ افل. من بغداد، حياك الله استاذ صباح. السلام عليكم، تسمعني؟ عليكم السلام والرحمه والاكرام، اسمع كل زين حبيبي. طبعا احنا العراقيين، كل العراقيين يعرفون الطائفيه منو اللي جاي يقودها، وهذا التغيير الديمغرافي والتهجير والقتل على الهويه يعرفون من وراه. كل عراقي سواء سني شيعي كردي
ما يخفى على كل عراقي من وراء الطائفية ومن المستفاد حاليا. نعم. مو المستفيد هو الشيع البسيط الفقير اللي لا حول ولا قوة، ولا السني اللي مغلوب على أمره بالمناطق الغربية هو المستفيد. المستفيد الأول والأخير هم قادة الأحزاب وقادة الميليشيات الطائفية المجرمة والقادة العسكريين. القادة العسكريين الموجودين حاليا هم أيضا مستفيدين، لأن هم مسؤولين على الملف الأمني ومسؤولين على كل ما يدور من تهجير بكل المناطق العراق. فالتهجير هذا التهجير صدقني أستاذ ناس مستفادة منه، ناس تسرق من جهة من الميليشيات يهجرون أهلها، المناطق المهجرة مثلا عند الجرف الصخر، القرى في ديالة، في السعدية، كل مكان أكو ناس مستفادة من هذا الموضوع. هم قادة الميليشيات والقادة الأمنيين الموجودين بالمنطقة كيفهم يسرحون يمرحون، وطبعا علاقاتهم صير وطيدة مع جارة السوء إيران، لأن هذا يعتبر أداة إلها ويد ضاربة إلها بالعراق. يعني إيران من تتبجح وتقول أني أسيطر على 4 عواصم عربية، منو السيطر؟ منو يعني السيطر؟ بالعراقيين الشرفاء سواء سنة أو شيعة؟ لا، السيطر بدول قادة الأمنيين وقادة الميليشيات، ويعتبرون إلها إيد ضاربة حقيقية فعلية، وينفذون كل أجندات إيران في المنطقة. فهذا التهجير الطائفي مرسوم، يريد يهجرون هاي جرف الصخر اللي حاليا هي جاي تعاني اكثر من 7 سنوات من هذا التطهير العرقي، وما شفنا اي سياسي سني من صالح مطلق او كل السياسيين الموجودين بالعمليه السياسيه، سليم الجبوري وغيره والقادة الاحزاب الاسلاميه، ما شفنا واحد دافع على جرف الصخر اللي هي تعتبر منطقه منكوبه، هجرت كل أهلها يعني بقصد أنهم ناس سنة ساكنين هاي المناطق، وتم تهجيرهم بالفعل. ما حد يرجع إذا ما توافق عليه منظمة بدر أو حزب الله في الموجود في المنطقة اللي يعتبر هذا قاطع مسميهم، مقسمين القواطع بين قادة الميليشيات مثلا اللواء من وزارة الدفاع من يمسك أرض بأي محافظة، أكو هم أيضا لواء وفوج من الحشد هم ماسك الأرض وياه، ويصير تداخل بيناتهم المسؤولية والاغتيالات والكل، وناس تغطى على إذن الجيش. نعم. الجيش مسؤول الأول والأخير على كل ما يدور من قتل وتهجير وسرقة المال العام وسرقة المال الخاص للمواطن. فإحنا نعتب على الناس اللي راح منتخبهم، وصارت للسياسي اللي فاز بهذه الانتخابات هاي الدورة والقبلها، المفروض يقول أنا عندي قاعدة جماهيرية بالموصل وصلاح الدين وبديالة وأطراف حزام بغداد وفي الأنبار. يعني وينهم دول السياسيين؟ وينهم؟ ما يستحون من هاي القاعدة الجماهيرية اللي انتخبتهم. ومع العلم احنا نعرف ان الانتخابات كانت مزورة وفاشلة، ومو كل العراقيين راحوا انتخبهم من قد الظلم ونقص الخدمات والبطالة وغيرها. لكن إذن هنا الصباح، إذن هنا العتب مو على، يعني العتب على الشعب مو. نعم. بالانتخابات انه راحوا انتخبوهم، احنا نعرف انتخابات مزورة وما حد راح عليه، العتب على الشعب ليش سكت على اللي صار بالانتخابات. استاذ أفل، مو بس السياسي حاليا هو مسؤول عن ملف العراقي، احنا الاول والاخير هو صاحب القرار المفروض الجماهير والشعب، لكن صحيح. الشعب مغيب مغلوب على امره. هاي المخدرات اللي فتكت جنوب العراق وفتكت في بغداد وهاي الموجودة بكل مكان، والانفلات الامني الموجود والذعر الموجود من القتل على الهوية اللي كانوا يستخدمونها. نعم. سابقا الجيش المهدي وحاليا سرايا السلام وغيرها العطاء وبدر، المفروض الشعب اللي يتوحد ويصير ايد واحدة سواء بالجنوب او بالوسط، ويضرب بيد من حديد حقيقية ابو المنطقة. نعم. الخضراء، ويطرد كافة السياسيين، ويشوف الامان والخير شلون يجي من بعد هاي المرحلة ان شاء الله. من الشعب ينتفض. شكرا شكرا لك اخ صباح. مريم من العاصمة بغداد، حياك الله. اخت مريم اذا تسمعيني، اكو تشويش بالصوت، يا تغيري مكانك يا ما اعرف شنو الخلل. اتمنى تعيدين الاتصال او الكنترول يعيد الاتصال بيش، لان اكو خلل من الصوت ما دا اسمعك زين. القضية وما بيها، يعني اخ صباح ذكر اكثر من نقطة. يا سيد العزيز، انه ذولا من جوي
جوي وعدوا الشعب بديمقراطية، وعدوا الشعب برفاهية، وعدوا الشعب بجنة، وعدوا الشعب هواية أمور. لكن اللي صار الاحتلال لما دخل إلى العراق ما أسس إلى ديمقراطية. الديمقراطية الموجودة اليوم صحفي لما يطلع يصور شغلة وينضرب هاي مو ديمقراطية، وكاتب يطلع يكتب مقال ينقتل هاي مو ديمقراطية، مواطن يطلع يحكي رايه ينقتل هاي مو ديمقراطية، مواطن ما يعجبه اللي صار الطب القوات الأمنية والجيش يضرب ورصاص حي وهراوات وقنابل مسيلة للدموع ويقتل ناس ويعتقل ناس، هاي مو ديمقراطية. هاي يعني ما أعرف شو أسميها، لها تسمية واحدة بس يعني ما أعرف شلون أقولها. مريم من بغداد رجعت لنا، حياك الله يا أخت مريم. حيك أخويا أخي الكريم، تحياتنا على جدنا أبو زكريا وأبو الله. عمر من السليمانية والعم أبو علي من كربلاء. حياك الله أخي العزيز. هذول السياسيين قتلوا الشيعة قبل السلم. زين قلناها. انقطع الاتصال يا أخت مريم. الكلمة اللي قلتها صحيح، انه ذولا قتلوا الشيعة قبل السنة، هم قتلوا الشعب العراقي كله. اختي العزيزة، الشعب العراقي من عام 1920 الى اليوم هو طوائف. الشعب العراقي يعني اني ما اذكر في يوم من الايام اللي كان قاعد عرح لبصفي بالمدرسة من يا طائفة وما سأل هذا السؤال، ولا اذكر في يوم من الايام اسئله. يعني اذا تردون نحكي بهذا الموضوع، اني سني عندي ولد خالتي شيعة، ما نفكر بهذا الموضوع ولا فكرنا بيه احنا كشعب عراقي. كم شيعي متزوج سنيه وكم سني متزوج شيعيه، ما مفكرين بيه، وكم كردي ماخذ عربيه وكم عربي ماخذ كرديه. ما عندنا هذا التفكير. اجمل شيء كان موجود بالوطن العربي هي الفسيفساء العراقيه. الفسيفساء العراقيه شنو؟ اللي هي طوائف اللي مقسمته شيعة وسنه وصابئه ويزيديين ومندائيين وشبك واشوريين كراد وعرب وتركمان. هاي الفسيفساء كانت متأثرة بيناتها، كنا وحدة مو طبيعية، العالم كلها تباوع علينا وتحسدنا. كنا نباوع على الهند نقول ذولا شلون عايشين؟ السيخي يقتل بالهندوسي والهندوسي يقتل بالمسلم والمسلم يقتل ما أعرف شنو، عبدة فلان شيعة يقتلون بفلان شيعة، شلون ذولا عايشين؟ ما كنا نتخيل في يوم من الأيام إنه إحنا حالنا راح يصير أتعس من الهند. الهند اللي يصير بها هي لقضايا سياسية، أما إحنا إرضاء اللي رغبت منه إيران. ليش؟ عندنا اتصال أبو محمد من كندا، حياك الله يا أبو محمد. الله يحييك أخي، كل عام وأنت بخير. وأنت بألف خير. الله يعطيكم هنيك على البرنامج، والله هذا البرنامج شيق. حياك الله. اللي يفضح هذول الخونة الخنازير، وحقيقة أشيتوا يعني قريبتنا بعد ما شفنا هالبرامج القنوات الجانب الآخر اللي يستمع عقولنا ونتقيم نشوفك. الله يفضحهم إن شاء الله. اللي كان هادي العامري اللي هو مطلوب دوليا صار مناضل، واللي كان خميني المقبور اللي يضرب كان اللي حاربنا من سنوات اللي هو كان هسه صار أشرف إنسان وصار له صور موجودة وشوارع باسمه. فمنا من نعدكم إن شاء الله من هاي قناتكم أن تفضح هذول السياسيين وتشوف شنو وتراونا شنو يعني تاريخهم طبعا. من أجوا حقيقة هم هدفهم الأول هو القضاء على، طبعا تعرف قضاء على السنة، والقضاء على السنة معناته قضاء على الإسلام بالكامل، لأنه يعني حتى الدول الغربية موافقة على أنه هتشي ميليشيات هل الطائفة هذه موجودة موافقة عليها، لكن لو ميليشي أو أي فصيل مسني لا راح تقوم القيامة عليه، لأنه يعرف الفصيل مسني شو معناته مقاومة الاحتلال. هذا بدي قاوم الاحتلال مو دول الفصائل، وإنما قاوم الاحتلال من أهل السنة المناطق الغربية. فالله يحييكم ان شاء الله واستمروا بهذا البرنامج. وانا هذه اول مره اشوفه وصراحه كلش مرتاح للبرنامج. شكرا. يسلمك اخوي العزيز ابو محمد من كندا. طبعا على ذكر كندا، قائد القوات الكنديه السابق بالعراق الجنرال كولين كوفير يقول انه هزيمه تنظيم الدوله
بين قوسين داعش لن تعني شيء بالعراق ما لم تغير الحكومة العراقية طريقتها وتصحح مسارها في تعاطيها مع الأوضاع لمنع عودة ظهور هذا التنظيم. والله يا أخ كولن يعني من عندي تعال أخذ الجنسية العراقية وصير رئيس وزراء وحكم، لأن ذولا ما يفتهمون، عندهم غباء سياسي مو طبيعي، يا ريت تتعلمهم شوية. كينيدي عرف الوضع وأنتم راضين تعرفوا، أما داعش عن الشعب، أنا داعش عن السياسيين نفسهم، جماعة عادل عبد المهدي وحيدر العبادي ونور المالكي وابراهيم الجعفري وأياد علاوي ومجلس حكم الانتقالي وكل من وياه والميليشيات وكل من يقول عنده تاج راس. يعني أردفتهم عراقي طالع بمظاهرة، مظاهرة على شيء ما يعجبه، تعتقلوه ليش؟ لأنه قال كلمته؟ لعد شكوا راكضين وراء بالانتخابات تعال صوت وتعال صوت، شكوا راكضين وراء تعال طمس صبعك وتطون فلوس حتى يروح يمسح صبعه بالقاصر دا يرجع ينتخبك مرة الثانية. لو هو بس بالانتخابات تردوه وراء الانتخابات لازم تدوسون على رقابه. لكم نور السعيد وصالح جبر، صالح جبر اللي قاد أول حملة أو عفوا أول انقلاب عسكري بالعراق في عشرينيات القرن الماضي، طلع الشعب العراقي كله يصيح على نور السعيد رئيس وزراء العراق وصالح جبر وزير الدفاع، نور السعيد القندرة وصالح جبر قيطانة، كل الشعب العراقي. ما اعتقل نور السعيد واحد من المواطنين، ولا اعتقل واحد من اللي نسقوا لتنظيم هذه التظاهرة، ولا دز الجيش حتى يقتل أحد من المواطنين، ولا قرينا بكتاب أنه نور السعيد أو الملكية العراقية داست على واحد أو حصان تابع إلى البلاط الملكي ضرب واحد أو شرطي بزمن الملكية اعتدى على واحد نتيجة هاي المظاهرة. بالعكس قالهم اشتردون، قال له لما نريد معاهدة بورتسموث سيد الصيت، قال لهم تدللون ولغينا المعاهدة. ثاني يوم الشعب العراقي غير الرتم ماته وقام يصيح نوري سعيد شدت ورد وصالح جبر ريحانة، سيصيروا أنتوا همينا أوادم وتعاملوا ويا الشعب العراقي مثل الأوادم راح ينتخبوكم. أنا قلتها مرة وأرجع أقولها 10 مرات، عمي تريد تبوق بوق، بس بدل ما تبوق 10 مليار كلها بجيبك أخذ 9 واصرف 1 مليار على الشعب. عمي المليار ترى يسوي البلد اندمر، بكتوا 1000 مليار وبرج خليفة هذا اللي بدبي اللي أعلى برج بالعالم الله يعلم ايش قد يجيب دولارات للدولة الإماراتية ب5 مليار، ما تقدرون تبنون واحد؟ ما تقدرون تبنون واحد همنها توفرون شغل للعطالة بطالة، همنها توفرون عملة صعبة، ما تقدرون تعتنون بالآثار حتى تنعاد السياحة من جديد؟ هو هذا حال عروس الشرق بغداد؟ لو بصرة النخيل هو هذا حاله؟ هارون الرشيد إذا يطلع من القبر هو أبو جعفر المنصور ويشوف حال بغداد يطم نفسه؟ عمر بن الخطاب اللي دث جيوش لتحرير العراق من سيطرة كسرى وفارس إذا يشوف حال العراق ويعرف أنه فارس رجع سيطرت على العراق يندم على كل ذرة دم راحت من جيوش المسلمين ويا فارس. المثنى اللي كان قائد جيوش المسلمين بزمن عمر بن الخطاب واللي دافع عن العراق ضد الفرس وضد كسرى وضد قادته يندمس على كل قطرة دم إذا يعرف أنه فارس سيطرت على العراق من جديد. ويا ريت بس العراق، يا ريت العراق وسوريا ولبنان واليمن ويردون العاصمة الخامسة ما شاء الله الرياض حتى يأخذون مكة وياها. أبو علي من كربلاء حياك الله يا أبو علي. السلام عليكم عمي، الله يستر عليكم. عليك السلام والرحمة يا رب. الله يرضى عنكم، جزاكم الله خير. الله يرضى عنكم القناة الوحيدة اللي دافع عن العراقيين، واجبنا. جزاكم الله خير، اللهم احفظ العراق وأهله، اللهم وحد كلمتهم، اللهم ألف بين قلوبهم. آمين. أستاذ والله الذي لا إله إلا الله أيد كلامك وعندي تجربة وياهم، ما يهمهم إلا العربي وإحنا نختلف عن العالم. يا ناس يا ناس، أكو واحد رئيس وزراء مثل المالكي يقول أنا يهمني استقرار إيران، يا أخي صير عميل بالخفية، والثاني يطلع يقول أنا إذا يصير حرب ما بين العراق وإيران أصير ويا إيران.
ماكو شيء. والثالث يقول اسوي القاسم سليماني تمثال. والرابع يقول احنا عيب علينا. بس انا بدي اقول لقيس الخزعلي وللجيش ولهذا المطلبي وغيره بس واحد، انتم ادعيتوا اهل الطارميه كتلوا 4-5 زين اخضعكم. ايش معنى من كانت الامريكان اللي ضربوكم البلد وكتلوا الجيش 30-40 واللي ضربوكم بالانبار وناحيه البغدادي 30-50-60 سكتوا؟ ليش ما دورتوا عليهم حجه وتعرفتوا الامريكان وطردتوهم؟ ليش؟ هذولاك تغفروا لهم لانه ربعكم، وهذولا لانه تعتبرونهم اعداءكم. والله من يوم شكلت الدوله لليوم بس حرموا الشعب العراقي. عمي والله لا سني ولا شيعي ترى يضحكون علينا. وانا احب اضيف على كلامك كلام، ترى يا جماعه الخير مو مت يعني احنا مو مصارين سنة وشيعة وهذا ماخذ بيت هذا وذاك، لا، قبائل عربية أصول عربية في كردستان وقبائل كردية في الجنوب وفي الوسط، وإحنا كلنا ولد عم العراقيين. خليكم في علمكم، نعم أنتوا أعرف من عندي. بس أنا ذكر كل العشائر سنية والشيعية بالعربية كلهم ولد عم، وإذا واحد يتابع الأصل يلقى زبير سنة وشيعة، جبور، عبيد، شمر، حمداني، شد جنابي. عمي هذا يجيب كربلاء. أبو علي، أصول العشائر العراقية، أصول العفو الأفخاذ العشائر العراقية ترجع لأربع عشائر، طي وزبيد ونعيم وشمر، ماكو غيرهم. إيه ألو، نعم وياك. إيه فإحنا إحنا مو 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 نسابق بيناتنا، إحنا دم واحد. بس شو واحد أقول لكم، إذا فد واحد شيعي يفكر إنه إيران تمثل الشيعة ويمثل علي بن أبي طالب هواي مشتبه والله، وسيقف بين يد الله. شوف أخواتنا ولد عمنا الأهوازين الجاي يسوون بيهم، شلون دمروا المحاصيل مالتهم، فتحوا عليهم والمي وغرقوهم، والمي نغتاب عسل الجنوب وموتوهم، المزابل مالت إيران ذبوهم على الجنوب. لا تنقر يا شيعي ترى على أساس ذولة تقتل أخيك السني على مود تنفذ مطالب إيران. افتهم أنا عندي تجربة يوم أكثر من 30 سنة. حس لا يخليك تروح. وين أكو جيش مثل جيوشنا كلها رفع علام مدري شنو ألوان عمر وكذا؟ ليش أنت إذا أنت من جيش أو من العجل ليش ما ترفع العلم العراقي؟ ليش يا زارات الحسين والزارة فاطمة على عيني وراسي مكان بالحسين يأتوا المساجد مو البيرغ مالك وتروح تقتل أخيك شو اسمه السني؟ ما يفرق يا أخي، الوطن للجميع والعبادة لله. أنا أنت شوف أنت عمل مالك شنو فشي ولو طول أطيل عليك الساد. أنا خليجيني يهودي يشتغل عراقي يهودي يشتغل يسوي لي المعاملة ويحترمني، هذا دين إله. وكذلك الشيعي إذا يصلي ويصوم ويروح يزور هذا إله، ما تسوي فضل علي أخلاقه شنو؟ يعني أنت تقتل أخوك السني لأنه سني لقد صايرة يعني أنت ما تحسب أنت دينك يسمع لك تقتل لك الحيوان، حيوان مستبق الكتلة؟ إذا ما مأذيك الحيوان أنت ما لك حق تقتل حية لو خنزير لو أسد لو شيء أنت ما لك حق. يعني هيك عندنا قيم العراقيين تعلمنا والله مثل ما تفضلت. والله العظيم أنا عندي هنا الحكية 95 سنة تقول همينة وسنة شيعة كنا، منين جتنا أطفال برا ويأتي لي سني شيعي؟ شكرا 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 لك أبو علي من كربلاء. آخر اتصال ويانا اليوم ببرنامج عمر من بغداد، حياك الله عمر. يبدو أنه انقطع الاتصال. قبل ما أنهي، عندي واتسابات، عندي عبد الخالق الناصر يقول السلام عليكم، نشكر قناتكم الرائعة، إلى متى هذا الحال يا حكومة الشعب العراقي المظلوم؟ تعب نفسيا وصحيا، لم نصدق أي وعود من الحكومة الفاشلة. من العراق أيضا شخص كاتب السلام عليكم. عليكم السلام. ومن الإمارات عندي رسالة تقول تحية لك أخي أفل ولصوت الحق الناطق بمعاناة العراق قناة الرافدين والحكومات التابعة الحكومات التابعة لجارة السوء إيران، تفتعل كل أشكال الدمار والخراب والقتل والسلب
والنهب والفساد والسجون والنزوح والحرائق وتخريب الزراعة وغيرها، بينما ميليشياتها المجرمة تصول وتجول وتفتعل الجرائم وعدم إظهار الحقائق في أفعالهم. أين القانون عن محاسبة كل متورط بهذه الأفعال التخريبية؟ يجب وجود قانون يحاسبهم، لأن العراق عراق اللا قانون الآن يحاسبهم ويردعهم عن هذه الأفعال الوحشية. الثورة ضد أذناب جارة سوء إيران وإيجاد ثلة خيرة لمنظومة الحكم. عدي آخر شيء، شخص يقول أعتذر من المشاهدين، الشبكة مزينة وانقطع الاتصال. عادي أخويا، أنا الموضوع ما بي اللي أريد أقوله، العراق كان فسيفساء مكونة من عدة مكونات. هاي الفسيفساء كانت أجمل شيء موجودة بي بالعراق. ما كنا نعرف هذا شنو ذاك شنو، هذا شيعي لو سني لو صابئي لو يزيدي لو مندائي لو كردي لو شبكي لو آشوري لو غيرها وغيرها وغيرها وغيرها. ما كنا نعرف هذا الشيء، كنا نعرفها بس أنه أنا من بغداد أطلع أتونس في الشمال، وأنا من بغداد أروح للحبانية حتى أقضي لي يوم يومين بالصيف، وأنا عايش بالشمال أجل بغداد السياحة دا أتونس. وما كنا نفكر أنه في يوم من الأيام السني يكره الشيعي والشيعي يكره السني والكردي يكره العربي والعربي يكره الكردي. ما كنا نفكر بهاي الأمور. هاي الأمور كلها جت علينا من 2003 لليوم. السؤال ما بي أنه الشعب العراقي هو مراضي، بس إيش قد راح يسكت الله أعلم، لأنه سكوتكم علامة رضا، والسكوت علامة رضا. هاي مصيبة إذا أنتوا ساكتين على هذا الشيء. نريد نرجع عراق واحد، وريد نرجع عيد وحدة، وريد نرجع مثل قبل. أريد أشوف العراقي مثل ما كان يحب واحد الأخ. أشكركم لمتابعتكم برنامج صوتكم، أتمنى أن نالت حلقة اليوم إعجابكم. ألتقيكم على خير، ونلتقيكم في برنامج صوتكم إن كنت أنا أو غيري من الزملاء على خير في نفس الموعد إن شاء الله. إلى اللقاء.